السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا. اليوم راح ندير لكم شربة فريك بطريقة سهلة وبنينة بل بزاف. نبداو بسم الله. عندنا اول حاجة اللي نديروها عندنا الفريك ديالنا، نشمخوه نبداو به. انا اللي نعبر به هذايا، عندي الكاس على الحديد، ندير نص كاس على حسب القدره ديالك. من بعد ما غسلنا الفريك تاعنا بطبع خليناه في الماء هكذاك حتى يتنفخ. ثاني حاجه اللي نديروها، هنا عندنا حبه بصل صغيره، عندنا حبه طوماطيش، وعندنا حبه قرعه، نميكسيوهم كامل في الميكسور. الحاجه اللي نديروها في القدر ديالنا، هذه القدره تاعنا قديمه بزاف، الله يبارك، صافي لونطون كبرنا معاها، يعني عندي شحال وانا نطيب بها، يعني مشربتها بنينه بالبزاف. انا هنا عندي قطع تاع غنمي، تاع لحم غنمي صغيره ماشي حاجه، كيما راكم تشوفوا فيه شحم شويه. هذه القدره تاع واحد 8 بيرسون هكذاك، ترفد 8 من الناس. عندي الحميصه تاعي كنت شمختها من قبل، وعندي الطوماطيش والبصل والقرعه وزيت الثوم تاني، ورحيتهم كامل، نرموهم مع الحم والحميصه كيما راكم تشوفوا هكذايا. نضيفوا توابل، عندنا راس الحانوت اللي هو ضروري، عندنا الملح حسب الرغبه، يعني انتي وذوقك، عندنا عكري حار، وعندنا عكري حلو، وعندنا فلفل اسود. مانيش رايحه ندير الزيت باسكو اللحم تاعي فيه الزيت، يعني مزيت فيه الشحم، واللي ما فيهش شحم يعني دير مغير فازيت ولا مغير فاسمن. انا نضيف الحشيش مقطفه مع النعناع، ونخلوها على نار قليله، يعني القدره تاعنا نقصوا النار قد ما نقدروا، نقلوها غير في عقلها باش طيب بالطبع وطيب مجمره وطيب بنينه. اللحم تاعنا ما دخلو طياب، والحميصه تاني طابت لنا، نمرقو الشربه، نمرقو القدره ديالنا. كي تغلي نرمو الفريك ونديرو زوج ملاعق طوماطيش. كي تتقن المرقه ويطيب طبع اللحم نطفو عليها. هذا هو الشكل النهائي تاع الشربه فريك ديالنا، جات بالطبع وخاطر الله يبارك، وريحتها تشميها منين. هذه هي، واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش الاشتراك في القناه. سلام.